رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في شقي الوطن الممزوجة بألم الحصار وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنهم يحرصون على أن يعيشوا أجواء العيد التي اعتادوا عليها في كل عام، مستعدين لاستقباله بكل سعادة. استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر أدى إلى غلاء أسعار البضائع، ما أثر سلباً على حركة أسواق قطاع غزة، كما أن تفشي الفقر أفقد أصحاب الدخل المحدود قدرتهم على استيفاء حاجياتهم اللازمة. الأسواق مش عادتها، أي نعم في ناس بتتحرك وبتروح وبتيجي وهذا، بس مش عادتها البيع. البيع ما فيش بيع، ليش فيش عمال تشتغل؟ في موظفين ما قبضوش، في عمال بتشتغلش، في يعني ناس يعني مسكر الحدود علينا، فيش عندنا اسمنت ولا عندنا حديد، عمال ما فيش تشتغل عشان تشتغل العيد لاولادها. يلا يلا الواحد بيقضي اغراض العيد، اكله شربه لاولاده يقضيه كيف ما يجي، مش زي باقي الاعياد. باقي الاعياد قال يشتري، انا كنت ما اعرفش اكلمك ولا احدتك ولا احكي معاك بالكتر من البيع والشراء، هيو من لقيت فيش بيع ولا شراء. ليش؟ مسكره، حصار، ضياق، خناق علينا على الشعب الفلسطيني. السنه هذه مش زي كل سنه، الوضع الاقتصادي تبع الشعب ضعيف جدا، والحصار مأثر على الشعب والضغط على الناس. يعني السنه هذه الله يكون بعونها العباد. والله الاجواء الحمد لله تمام، بس انا مش شايف الناس يعني ناويه، بس انا شايف الناس بس بتلفلف وبتروح صراحه. انا معك، وان شاء الله الحمد لله يعني الكل واضح انه في عيد، الكل له بهجه يعني العيد هذا مش زي السنه اللي فاتت. الاسواق يعني متدنيه نوعا ما، مش زي كل سنه طبعا. الاذواق الموجوده في السوق من ناحيه جميع البضائع غالبا تنخفض سنه بعد سنه. والله الحمد لله، بنتمنى الحمد لله ان شاء الله ربنا يعيدوا علينا سالمين جميعا واحنا منصورين الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل البهجه في صدورهم، وان شاء الله بنامل ان شاء الله المره القادمه نحتفل ان شاء الله في تحرير القدس من ادناس الاحتلال الصهاينه. والحمد لله العيد منيح، في حركه بالسوق بس مش هالحركه المطلوبه. يعني انت شايف في زحمه كثير ناس، لكن امرق على المحلات مش هالحركه المطلوبه، البيع والشراء او بالاحرى الكل بيجي مثلا بتفرج، اللي معه بيشتري على قده واللي معه شيء بتفرج وبيشتريش. بالنسبه لاجواء العيد، اجواء رمضانيه معروفه كل سنه طبعا، انا هيك وبكون الناس طبعا بتتواصل، وبرغم الظروف الصعبه لكن الناس بدها تفرح اولادها على الاقل القليل. يعني مش ضروري يكون يعني شغلات باظت الثمن او شيء بسيطه، لكن الهدف منه انه الطفل او الولد انه يكون مثل باقي الاطفال العالم، يعني اجواء عيد عنده بلبس جديد. اتمنى ان شاء الله تكون الايام الجايه افضل من اللي فاتت باذن الله. اجواء العيد اجواء طيبه، وكل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني بخير في الداخل وفي الخارج. بالنسبه للوضع المادي الوضع سيء، الا انه بس بعض الموظفين هم وضعهم الحالي اللي قاعدين بيتسوقوا يعني، بس اما غيرهم وضع سيء وتعبان على الناس كله. اسواق الضفه الغربيه تشهد حركة نشطة كنظيرتها في غزة استقبالا لعيد الفطر السعيد، متجاوزين كفة الأزمات برسمهم البسمة على وجوه أطفالهم. والله أسعار مناسبة، يعني مش غالية ومش رخيصة برضه بنفس الوقت، يعني منيحة. كل الأسعار نار للأمانة، الأسعار ما بيرحموا حدا. والله الحمد لله، يعني رغم وجود المشاكل السياسية والخلافات الداخلية، الا انه يعني نوعا ما كويس، يعني يصير في رقابه افضل على شوي على الاسعار، وبالاخص في اجواء رمضان والعيد، لانه بصير في مجال للاستغلال كثير. والله اجواء العيد هذه السنه زي كل سنه، اليهود بنزلوا واحنا بنرفع، يعني العرب عند اليهود بتلاقي الاسعار بخفضوه عشان العرب، والعرب بغلوها عشان المسلمين، فالوضع سيء للغايه. فبنطلب من المواطنين او من التجار او الاخرين ينزلوا اسعار اكثر واكثر بحيث الشرف فضيه ويجعلوا السنه مباركه،
وسنة خير على الأمة الإسلامية جمعين، وكل عام بخير. العيد أنا قلبي يهنيكم ودعنا لربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعنا لربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين وانتو بخير.